هوياتكم يا شباب. مبارك للعروسين، الله يبارك فيك. سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. والضالين آمين. بالرفاء والبنين إن شاء الله. شوفي الشباب شو بيشربوا. تشربوا شيء؟ أنا بستأذن، وراي شغل. السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامة. الله معك. بدك شيء أستاذ؟ وين رايحين؟ رايحين إنه عبود نصرنا بشيء قرني. يلا راي معكم أنا معناتها. خليك مع عروستها، إن شاء الله ألف مبروك. عود خليك مع عودة. لا لا معلش، يلا برو معكم معك. خليك مع عروستها. خويتها. إن شاء الله ألف مبروك. يقطعوا راسك. وحياه الله يا سونا، اني بحبك بسعر بنتي، بس الرجال ما بيتعاند. امي انت مو بتقولي لي انا مثل بنتك؟ طيب انصحيني، قولي لي شو اعمل؟ والله انا حبيته من كل قلبي لجمال، وبتمنى يسامحني. والله اذا سامحني لا عيش مثل الخدامه الك وإله. حشاكي يا بنتي، بس انا شو بدي بالدنيا غير مصلحتكم؟ بس انت اسمعي كلمتي، وكني وعدي ادميه، وبدي اياك تأرجي انك بتحبيه من بعيد لبعيد. شلون يعني؟ ها قلتي لي شلون وانا راح اعلمك. اول شغله بدي اياكي قد ما تنتور بوشك وقد ما طلع خلقه عليكي ما تردي له جواب، هي شغله. والثانيه يعني اذا شفتيه قاعد على التلفزيون مثلا، من كاسه عصير، من فنجان قهوه، من صحن فواكه، حتى لو ما قرب عليهم، اعملي حالك مو شايفتي، حشي له اياهم. بعدين في شغله كثير مهمه انت مالك منتبهه عليها، اوعي من قميص بكوي له اياه، من بنطلون بعلق له اياه، هيك. والاهم من كل هالشي بدي اياك ترتبي لي حالك وتنظفي حالك، وكل يوم كل يوم تتمكيشي وتعملي له احلى شي عندك كانك عروس بليله عرسها، عرفتي شلون؟ واتركي الباقي على ام جمال. الله يرضى عليكي، قومي امسحي وشك بالرحمن وغيري ثيابك وتعالي لعندي. حاضر. نور شبكي بحال شيء؟ في شيء؟ عمو انت تزوجتني ليش؟ لانك انك حلوه. بس انا بصراحه في عندي شغله يعني لازم اروح اسويها. بدي اروح اقطع شغله، اقطع شقفه قماش، يعني عم فصل بدله، بدله حلوه عند واحد تاخرت عليه يمكن، والزلمه واقف في الشارع، فلازم امشي يعني، وحاج تاخير عيب يعني، ما حلوه. ترضي انت؟ خليني امشي. أنا عندي سر بدي أقول لك إياه. يا سلام، عندك سر؟ سر شو؟ وعدني إنك ما تزعل مني. بوعدك ما أزعل. أنت شو حطعت أمك بويا؟ أنا عندي جوز هند. جوز هند؟ يعني شو؟ أكسر لك إياه يعني، ولا أشر لك، ولا شعرتي مقشر جاهز؟ جوز بالهند، جوز أبو ولاد. جوز ابو اولاد؟ ان شاء الله بقبرك متجوزه اثنين؟ عم بمزح معك، شو صار لك اليوم؟ لا ما صار لي شيء. نور نور، لا نور 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 نور، لا ارجوك يا نور. حاج تروح وتجي وتجيب له، شو عم يجيب اخرته للزلمه؟ هو بده ثانيا اتركه خليه يشرب وينسى. يا اخي اذا هو بده نحن ما لازم نخليه، عم تفهم؟ واو واو اهلين. خلص استاذ، حاجة شرب، قوم له وصلك على البيت. يوم ما بدي اروح امي، الله يخليكم جوزوني اياها، الله يوفقكم، جوزوني اياها تروني على الخالص. خلص استاذ، وحياتك لجوزك اياها. بس شو اعمل؟ انا شو اسوي؟ شو صار لحد اخلص من العذاب؟ انا شو عامل حتى عم بصير معي هيك؟ انت ملعون،
انت ملعون لعنة الحب، بس الا ما يجي يوم وتخلص منها. احكي لك يا سارة، أمك عم تتبهدل يوم عن يوم. قد ما حاولت هرب من الماضي عم بيلحقوني الناس، ما عم بيتركوني لحالي. سامحيني سامحيني إذا هتأخر، ما عدت تشوفيني هالفترة. بتعرفي إني بحبك كثير، وبتعرفي إني حاجت لك كثير. سامحيني بخاطرك يا ملاكي. مدام لوسي، آسف رعبتك. أنا اسمي نجيب، أنا بشتغل عند هارون. ممكن آخذ من وقتك دقيقتين بس؟ تفضل. مدام انا مالي عارفان كيف بدي بلش، بس اهم شغله بدي لك اياها انه هارون كل اللي عم بيعمله مشانك. انا بحياتي ما شفت حدا بيحب حدا بالطريقه اللي بيحبك اياها هارون. الزلمه ما عم بيقدر ينساك منوب، وبهالفتره تعبان كثير، مقضي ليل ونهار وشرب ما عم بيصحى، لخسر اهله. انا متاكد هلا اذا بتضل بيروحوا ليقدم لك اياها. اعذريني لتدخلي، بس يعني انت ليش ما تنهي هي الماساه بتتزوجي احسن ما تنأذي؟ لأنه زلمة جانين، وأنا حاسس القصة ما رح تنتهي على خير.
ايوه يعني هو بعتك مشان تهددني. ليك عيني انا ما بجيب التهديد، واعلى ما بخيله يركبه، وما عاد عندي شيء بالدنيا اخسره، واللي بيته من ازاز ما بيحاجر الناس. اذا انا بروح ببلغ الشرطه على شغله واحده من اللي هو عامله، طول عمره بيضلوا محبوس. لا مدام انت فهمتيني غلط، انا ما قصدي هددك، انا بس عم بشرح لك شو وضعه. انا اكثر وحده فهمانه شو وضعه، ولو ماني فهمانه وضعه ما كنت تحملته لهلا. طيب شلون بدنا نحلها؟ يا عيني انا ما فيني اتجوز لهارون، عندي اسبابي الخاصه. طب قولي لي اياها بركي بنقدر نحلها. طيب خدي هالورقه شوفي شو خلاني اكتب لك مشان تعرفي قديش حبه بسيط وطاهر. مرحبا مدام، الله يسعدك اوقاتك، زعلان منك زعله دوليه والله يسامحك. مدام انا وصفتك بقلبي، انت الشام، انت الصالحيه، انت الميدان، انت المزه، انت العزه، انت شارع برلين، انت حوش بلاس، انت كل الاغاني اللي بحبها. انت فكرتيني جحش، بس انا كثير عاطفي وراح اثبت لك هالكلام باني راح اتبرع بكل شيء معي مصاري للفقراء. شو قلتي؟ مدام شو قلتي؟ أنا تعبانة شوي، ممكن نحكي بعدين؟ هذا نجيب اللي بيشتغل عند هارون، حكيت لك عنه. اتفضل بعدين بنحكي. هارون اسمعني شوي، اللي بيتبرع بيتبرع جزء من المصاري، بربعه وبنصه مو كله. شو قمحه ولا شعيره؟ والله ماني عارف شو بدي اقول لك. شو بدك تقول لي احكي؟ استاذ انساها. ليش انساها؟ احكي خلصني. شو بدي احكي؟ شو بدي اقول لك؟ اقول لك انه يمكن اليوم تتجوز؟ مين حتتجوز؟ على ما اظن الزلمه اللي مأجر البيت. ما رح خليك تعمل اللي بالك. خلينا ننفذ بريشنا، هذا رح يروح ويروحنا معه. بدك يعني اترك رفيقي يروح لحاله؟ رفيقك؟ هذا رفيقك اللي ضربك؟ حبيبي هذا رايح رايح، انت كنت معه ولا لا؟ اسمع مني انا افهم منك، عم بحكي هالمره بالذات لمصلحتك. شو قصدك يعني؟